طيب هرجع على طول على الأستاذ عمرو فاروق. أستاذ عمرو، إيه أهم ما توقفت أمامه في هذا التسريب الصوتي؟ وكلمنا عنه أكتر يعني بظروفه وتفاصيله. هو يعني إحنا بداية أمام انتظار المزيد من الفضائح المالية داخل جماعة الإخوان. ليه؟ لأن الملف المالي داخل الجماعة ملف مغلق، ملف غير معلوم للقواعد التنظيمية. هناك الكثير من الرسائل المتبادلة ما بين القواعد التنظيمية، خاصة قيادات الصف الثاني والثالث، وبين قيادات مكتب الإرشاد فيما يخص عملية جمع الأموال ومصادر إنفاق. لكن عشان نقدر نتكلم عن المخالفات المالية داخل الإخوان، وعشان المشاهدين يفهموا حجم الملف المالي وإزاي بيتم إدارته، لازم الأول نفهم يعني إيه مصادر تمويل جماعة الإخوان، ونعرف حركة الأموال داخل التنظيم بتمشي إزاي. وفي نفس التوقيت برضو لازم نبقى فاهمين، هل أموال الجماعة هل هي ملك للأفراد، ولا ملك لرجال الأعمال الإخوان، ولا ملك للجماعة نفسها؟ لازم برضو نفهم دور التنظيم الدولي في عملية تطوير الملف المالي والاقتصادي داخل جماعة الإخوان. لازم نفهم دور تركيا وقطر في تنمية الملف المالي داخل جماعة الإخوان، ويعني التوسعات الأفقية والرأسية اللي بتقوم بها تركيا وقطر في اتجاه هذا الملف تحديدا. يعني بداية مصادر مصادر تمويل جماعة الإخوان بتندرج في عدة مسارات. أول مسار فيها بيسمى الاشتراكات الشهرية. الاشتراكات الشهرية اللي هي الفرد بيدفعها داخل جماعة الإخوان من متوسط دخله بتتراوح ما بين 7 إلى 10%. دي بتمثل نوع كده من الجباية لعملية تطوير مؤسسات الجماعة. طب وفقا لدراسة كشف عنها دكتور حسين شحاتة، اللي هو يعتبر الخبير المالي لجماعة الإخوان عام 2008، اتكلم عن الكلام ده في 2008، ان عدد الإخوان التنظيميين العاملين اللي هو المستوى الأخير داخل جماعة الإخوان، يعني الأفراد داخل الجماعة مدرجين في عدة مستويات تنظيمية، من أول مؤيد ومحب ومنتسب ومنتظم، ثم أخ عامل، ثم أخ مجاهد. فبتكلم إن الشريحة اللي هي كانت في 2008 في مستوى الأخ العامل كانت حوالي 400 ألف. 400 ألف كلهم بيدفعوا أموال من يعني بنسبة من 7 إلى 10% من متوسط الدخل بتاعهم. بيتم إعفاء النساء، التنظيم النسائي من دفع الاشتراكات، بيتم إعفاء قسم الطلبة من دفع الاشتراكات. هو قدر حجم الأموال في هذه المرحلة بحوالي 40 مليون جنيه شهريا، حجم الاشتراك فقط داخل مصر. وقدر حجم الاشتراكات اللي جاية من خارج مصر، سواء اللي هي تبع التنظيم الدولي في المنطقة العربية وفي أوروبا وأمريكا، قدرت ب 98 مليون دولار شهريا. يعني لما نشوف الحصيلة هنكتشف ان تقريبا سنويا نص مليار جنيه داخل القاهرة سنويا، وحوالي مليار دولار داخل جاية من الخارج. لكن في دراسة تانية الدكتور عبد الخالق فاروق طرحها في 2014 حول مصادر تمويل جماعة الإخوان وحجم وميزانية التنظيم سواء داخل مصر أو خارج مصر، تراوحت ما بين داخل مصر شهريا حوالي 250 مليون جنيه، وخارج مصر تراوحت ما بين 890 مليون دولار ده شهريا. سنويا طبعا كان العدد كان ضخم جدا لما بنيجي نضربه في 12. كل الأموال ديت بتروح فين بقى؟ أو الصياغة القانونية ليها إيه؟ بتروح فين؟ أولا الأرباح بتاعتها يعني معظمها بيتم إدراجها في بناء وإنشاء مؤسسات تجارية اقتصادية متنوعة ما بين شركات استثمار عقاري، شركات ملابس، في التلاعب في البورصة،
في طبعا مصادر اخرى الاخوان اشتغلوا فيها وهي تجاره السلاح، وده واضح من خلال الاعترافات خليه الكويت في الاعترافات الاخيره واعترافات هشام عشماوي ان في اموال الاخوان يعني في حجم المساعدات اللي كانت بتتم عن طريق، لان هشام عشماوي هو اللي اعترف على او قال بعض التفاصيل المتعلقه بخليه الكويت، الخلايا الاخوانيه اللي كانت بتعمل عمليه تحويل اموال من الخارج الى الداخل في المرحله الاخيره. الفلوس دي كلها بيتم ادراجها في بنوك سويسرا في شكل سندات ماليه. بالاضافه ان الصيغه القانونيه، احنا ما عندناش حاجه اسمها اخوان مسلمين بشكل قانوني لا داخل مصر ولا خارج مصر. فبالتالي الجماعه بتلجا لنوع من يعني اللي هو ايه؟ الشراكات مع بعض رجال الأعمال اللي هم منتمين للجماعة، أو إدراج هذه الأموال في حسابات خاصة لبعض الأفراد العاديين داخل التنظيم عن طريق مثلا إنشاء مؤسسات اقتصادية أو شركات خاصة ببعض الأفراد بتقول ملكيتها أمام الرأي العام لهذه العناصر، لكن من الباطن هي ملك للجماعة بأوراق ضد.